ليا على مياوي طايرة سعيدة، على وطايرة سعيدة، موسم جديد والقلوب قاربة. على طيرة سعيدة يا نجمي في العالية، على يا نجمي في العالي، فقرات عديدة في البحر والبرري. على والجو غيم والقلوب سعيدة، على والقلوب سعيدة، شوقي لكم وطايرة سعيدة. اهلا بكم في طاير السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جوائز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. اهلا بكم بالسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كلنا مع المشاهد والريف والاسواق والنوادي. اهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة. من عرش امتد وجوده لآلاف السنوات إلى برنامج رافقكم أيضا لست سنوات، أبدأ معكم مشوار حلقة متجددة من طائر السعيدة، فأسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا بكل خير في بداية حلقة متنوعة مع العديد من الفقرات المختلفة ما بين السياحية والثقافية والترفيهية والاجتماعية والمسابقتية وغيرها الكثير. آملين من الله أن تقضوا معنا وقتا جميلا، أهلا بكم. طبعا احنا الان على ظهر هذا المركب مثل ما قلنا رايحين الى مختلف الاشياء والمعالم الموجوده هنا في رحالتنا البحريه في مدينه عدن، ولكن قبل ذلك ساكون معكم في الميدان في سؤالي في حلقه اليوم وفي رحالتي، ومسؤولنا يقول كم عدد الجزر اليمنيه؟ خلونا نشوف مع بعض اجابه هذا السؤال وبعد كذا نبحر في هذه الاجواء الاكثر من رائعه. كم عدد الجزر اليمنية؟ الجزر اليمنية؟ نعم. كم عدد الجزر اليمنية؟ الجزر اليمنية أربعة. أربع جزر؟ والباقيتين خارجين تمشي؟ لا لا كثير معنا جزر. سقطرة وكمرة. يلا إذا بتحسبوها نحسبوها، نعم مليون جزر سقطرة. شاركوا. شاركوا يلا ها. خمسة ستة. خمسة ستة لا صنعاء محافظة مش من جزيرة. ايش السؤال؟ ها كم عدد الجزر اليمنية؟ يلا الجزر اليمنية يمكن خمسة أو ستة بس. لا مش خمسة كثير. كثير. عشرين. كثير. عشرين. كثير. كثير. اي لكن لا سبع. لا مليون. لا ها يلا سقطرة. مليون سقطرة. احنا ايش؟ كمران. كم عددهن كامل؟ يعني ست. لا تنتين. اه الجزر الجزر يعني الجزر اليمنية. الجزر ثلاثة. لا تنتين جزر. لا واحدة. انت تسمعوها كذا بعد بعدهم هم تنتين. لا كثير. ها 100 110 ها كثير منهم. والله ما اللي عندي خلفية فيها صراحة. حاول اعطيني رقم انا اقول لك صح ولا غلط. طيب في اختيارات؟ لا ما لا ولا تتغشش. ايش تفتح جوجل؟
هل ايش فاتح الكاميرا؟ بس كان ابغى تصور سيلفي معك. نصور سيلفي، نصور سيلفي يلا. يلا نصور سيلفي يلا. كم عدد الجزر اليمنية؟ نورتي المكلة. منورة بمن فيها؟ كم عدد الجزر اليمنية؟ جاوب. والله يعطيك العافية. شكرا لك. حوالي 6 جزر هكذا. 6 ما هو؟ الجزر اليمنية حقا كثير. قال لك 6 50 جزيرة. أين 50 أكثر؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هيا كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ صحتك؟ الحمد لله. كيف ايامكم؟ الله يعطيك العافية. امين ان شاء الله. تعرفني ولا طلعت مشهورة؟ ايوه قناه سعيدة. الله يسعدك. الله يحفظك. امين ان شاء الله. انا مايا وانت مين؟ انا عادل. عادل تريمي. حياك. من وين اخي عادل؟ من غير باوزير. من غير باوزير. الله يعطيك العافية. ايش تسوي هنا؟ هذا بيه خضار وبيه بصل وكل شيء. بكم اليوم الكبزرة؟ هذا كزبرة حبة 100 ريال. 200 ريال؟ ولي بكم بتبيعها لي؟ 100 ريال. الله يعطيك العافية. كم يطلع لك؟ كيف يطلع؟ كم تحصل باليوم؟ كم يوم؟ 5 يوم 7 يوم 10. الله يوفقك. الارزاق بيد الله عز وجل. ونعمة بالله. معك اسرة في البيت؟ ايوه معي اسرة في البيت. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. طب انا عندي سؤال، اذا عرفت تجاوب انا اعطيك جائزة ان شاء الله. احنا معنا جزر يمنية. جزر يمنية. أيوة. كم عدد الجزر اليمنية؟ انا اعرف جزيرة سقطرة. بس اعرف جزيرة سقطرة. باقي معنا جزر كثير. معنا كثير. لا هذه سؤال ديني بجاوبش عليها. اما ديني ديني. احاول لك ديني ولا عليك. بس الان انا اسالك الرحال، كم عدد الجزر اليمنية الان؟ ولا اعطيك جائزة. عدد الجزر اليمنية؟ نعم. يلا هي. والله طيب انا ما اعطيش خيارات بس بحاول اعطيك خيارات. هل هم 100 ام 120 ام 154 جزيرة؟ 154 جزيرة. 154 جزيرة؟ صح يا مخرج 154 جزيرة؟ غلط. قل والله 153. 153. طيب عرفني باسمك الثاني. عادل عبد الله التريمي. إذا أخي عادل عبد الله التريمي يكون قد فاز معنا بجائزة الرحل في حلقة اليوم. لننتقل نحن وإياكم إلى تفاصيل هذه الرحلة وجائزتنا من طار سعيدة 50,000 ريال. ألف ألف مبروك. مالك مالك بتصيح؟ مالك ايش فيه؟ احنا رحلتنا هنا اليوم، رحلتنا ستكون في اعماق هذا البحر الجميل بطبيعته الخلابة واماكنه الرائعة وخيراته الكثيرة. رحلة بحرية سنبدأها من مدينة عدن وننطلق بها الى جزيرة العزيز، وقبل ذلك سنمر بكهف يقال انه على الماء. المهم الاهالي دلونا على مجموعة من المناظر الطبيعية اللي ممكن احنا نكتشفها اليوم. خلونا مع بعض نشوف رحلتنا البحرية كيف ستكون وإلى أين سترسو بنا المركب. بسم الله الرحمن الرحيم. حنبدأ مع بعض الرحلة. أول مكان حنبدأ نتحرك له المكان المخصص بالكهف. هم كلمونا عن كهف. الكهف هذا يعني يقع على الماء، فحنشوف بإذن الله كيف حيكون المكان. ايش يا جماعه، انا ملخبطه الصدق. انا حاسه نفسي في فلت والله. خليني اضبط جلستي وبعدين ارجع لكم بربط ثاني. طبعا احنا الان وصلنا الى هذا الكهف. واو واو، تخيلوا شوفوا كهف على البحر، يسمى هنا بالجحب جيم حاء باء، ويسمى ايضا بكهف الغدرة لبعض التسميات المختلفة. يقال انه سابقا كانت تأتي اليه الملكة اليزابيث للتصيف، يقال انا ما قلت. فسنصل اليه وحنشوف ايش المميزات الموجودة في هذا الكهف والتي جعلت اغلب الناس عندما يفكرون بالخروج الى البحر يأتون إليه. طبعاً المكان هذا يقال بأنه كان مكاناً غزيراً لتواجد السلاحف، لكن مع الاصطياد العشوائي المتواجد لها من قبل الصيادين انقرضت، وبعضها ذهب ليتكاثر في مناطق أخرى خصوصاً في الجزر المجاورة لها، ومنها جزيرة العزيزي التي ستكون جزءاً من رحلتنا في حلقة اليوم. أشاهد في تحت في الأسفل
الكثير من الشعب المرجانية التي سنحاول أن نأخذ لها بعضا من الصور والفيديوهات المختلفة كونه مكان غزير بها. هذا أحد الغواصين هو اللي حينزل يأخذ له البعض من لقطات ما يحتويه هذا البحر من كنوز الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً إحنا شايفين أن الغواص يحاول إنه يصور لنا بعض الأشياء الموجودة. البحر حالياً كما أخبرني الأهالي بأنه في حالة جزر. عندما يكون في حالة جزر فإن عمقه يعني لا يرتفع كثيراً، بعكس لما يكون مثلاً في الحالات الأخرى أو حتى على سواحل الجزر الأخرى فإن عمقه قد يصل إلى أكثر من 3 إلى 4 متر. بالتالي هنا يصبح الغوص سهلاً، وأعتقد أنها منطقة ثابتة في هذه الحالات. ومن حسن حظنا أيضاً إنه إحنا اليوم نصور في الأيام الأخيرة لهدوء البحر، وهذا ما يسهل علينا بإذن الله يعني وعلى الغواص أخذ مجموعة من هذه الصور للشعب المرجانية والكائنات البحرية. في خلفي فقر البحر أو ما يعرف بالشاهين يقف شامخا على إحدى منحنيات هذا الكهف. السكون اللي بنشعر فيه أثناء دخولنا لهذا الكهف عجيب وغريب جدا جدا جدا. تخيلوا أن هذا المكان مكان يعد مركزيا لتجمع الأسماك المختلفة، ومنها سمك الديرك، أيضا لتجمع الحبار والشعب المرجانية الموجودة تحتنا في الأسفل. الصدى ليس كبيرا جدا، وهذا يدل على أنه ليس بالعميق إلى الداخل، لكن التجويف الموجود سبحان الله في داخل لهذا البحر وتكويناته المختلفة جعلته مكانا لخروج بعض الناس كما أخبرتكم لتغيير جو في داخل هذا البحر. هذا الكهف كما يخبرني أحد الأهالي في المنطقة، هذه الفتحة اللي موجودة أمامنا، الفتحة هذه الموجودة أمامنا هي فتحة مخصصة للدخول إليها للغوص. فتخيلوا سبحان الله أنهم يغوصوا فيها بعد كده يطلعوا على فتحة أخرى لكهف آخر. فعمق الترابط الموجود حتى في الطبيعة بين الكهوف في ممراتها المختلفة. تخيلوا أنه في وسط هذا البحر في عمق هذا الكهف أيضاً وجدنا أعشاش الحمام التي خيمت ورأت أن هذا المكان قد يكون مناسباً لها للحياة. اليخت الملكي أيضاً قيل بأنه كان يأتي قديماً أيام الملكة إليزابيث وكان يخيم هنا، كما أخبرتكم بأنها كانت تجعله مستقراً لها للتصيف. فصراحة مكان خرافي، كهف على البحر. هذه طبعا الجزر هي الجزر المجاورة لرأس عمران، وهي تعد مكانا مهما وأساسيا لتعشيش السلاحف. سابقا كانت تسمى بعيقة مبسية، وذلك نسبة للبثة السلاحف التي كانت أو كان أهل المنطقة ينادونها بهذه اللهجة، ولكن البعض كان يسميها عيقة منسية. وعندما كبروا بعد ذلك عرفوا السبب الذي دعيت من أجله هذه المنطقة بهذا الاسم. هناك رمال بيضاء موجودة على هذه الجزر فيها آثار لأعشاش هذه السلاحف التي تتكاثر أحياناً في نهاية شهر 12 إلى 1 إلى 2 وهكذا، وبالتالي نجد آثاراً من منازلها وأعشاشها.
إذن كما أشاهد هذه هي الآن على أمامنا أو مرأة من أمامنا جزيرة العزيزية، هي تعتبر أيضا من الجزر اليمنية المهمة وتعتبر أيضا من أبرز الأماكن السياحية في المنطقة، عرفت بتواجد العديد من الكائنات البحرية الموجودة خلفها ومنها السلاحف صقرية المنقار التي أصبحت نادرة. أنا أتمنى أنه بعد هذه الرحلة الشاقة في هذه الشمس الحارقة وأمواج البحر المتلاعبة بنا يعني أن نحصل عليها بإذن الله، وأنا أتسابق مع هذا القارب لكي نرى من سيصل أولاً. طبعاً أنا وصلت إلى جزيرة العزيزية التي تعتبر من الجزر التي صنفت كمحميات، كانت مطالبات كبيرة بها تصنيفها محمية طبيعية. شوفوا معايا إيش اللي شايفينه هنا في الصورة، مجموعة من الآثار التي تدل على مرور السلاحف من هنا، تأتي السلاحف من هنا لتضع بيضها، طبعاً تأتي هذه في فترات مختلفة من شهر يناير وحتى شهر إبريل. في فصل الشتاء عادة ما تحتاج هذه البيض كما أخبروني إلى 45 يوما تقريبا كي تفقس ومن ثم تتجه إلى البحر، بينما إن كانت في الصيف هي تحتاج إلى أيام أو فترات زمنية أقل كي تفقس. المشكلة أن الصيادين عندما كانوا يأتون للصياد هذه السلاحف ساهم هذا الأمر كثيرا في اندثارها، وبالتالي تجددت وتعززت المطالبات بالحفاظ عليها. شوفوا الآثار، سبحان الله. أحاول أن أبحث عن إحدى هذه البيوت. مثلما أنا ألاحظ أيضاً أن هذه الجزيرة ليست فقط موئلة للسلاحف والطيور النادرة وغيرها، إنما هي أيضاً لسلطنة البحر. شيء طبيعي طبعاً إنه أي جزيرة قريبة من البحر تكون موئلة لمنازلها، فهذه هي منازلها وآثارها التي لن نحاول أن نخربها، إنما سنذهب لنبحث عن أعشاش السلاحف. طبعا فقط للتوضيح انه يعني نتمنى من الزائرين اللي يأتوا مثلا تحديدا في مواسم هذه السلاحف انه عدم نبش منازلها وبيوضها. هذه يا جماعه سلاحف نادره في العالم، الناس يحافظوا عليها واحنا نروح ننبش بيوضها ونقتلها كمان، ما عملنا بالدقل. طبعا هذه جزيرة العزيزي من المعروف انها يعني موطن لتعشيش السلاحف المنقارية الصقر، وهذه السلاحف من النوع من السلاحف النادرة التي تأتي الى الجزيرة من بس انتم قلتوا لي من جميع المناطق المجاورة. احنا الان بنحاول احنا نوجد البيت، بس انا الان بيتكلموا كانوا الشباب عن المطر، تمطر هنا احيانا لما يطلع مطر امطار، وكيف يكون شكل الجزيرة بالامطار؟ انها قطيفة خضراء. معقولة؟ والله انواع فيها، اشوف يطلع فيها بطاط بري، يسموه البطاط البري هذاك، والبصل بطاط بري وبصل، ايوه اشجار بري يسموها. وفي هناك اشجار المانجروف اللي تقريبا قال الاستاذ انها شارفت على الانقراض. ايوه شارفت على الانقراض. اشجار الاراك، اشجار الاراك، اشجار موجوده هنا في الجزيره، لكن الاهم من ذلك ان من ياتي اليها سواء من الاطفال الذين ياتون لقضاء اوقات الترفيه احيانا او حتى من الاهالي الذين ياتون لزيارتها، الاهتمام بالنظافه دائما، نظافه البيئه هي التي تساهم في اظهار هذا المكان السياحي بما حباه الله من جمال وروعة. ما زالت رحلتي في هذا المكان للبحث عن بيض السلاحف. طبعا هو المكان المفروض انه يكون غير واضح للعيان علشان انه في ناس بعض الاوقات يحاولوا انهم يوصلوا ويحفروا مكان هذه البيوض، فحنشوف بعض من هذه الاعشاش إذا شفنا بعض من هذه البيوض الخاصة بالسلاحف. إذن كانت هذه هي رحلتنا لهذا اليوم، رحلة بحرية حاولنا من خلالها التعرف على أبرز المعالم البحرية الموجودة في مدينة عدن وتفاصيل هذا المكان الأكثر من رائع. إذن في حلقة اليوم نحاول إن احنا نتجول مع بعض في الأزقة في الشوارع في الحواري عشان نشوف
مين اللي حيكون معنا في هذه الفقرة؟ دائما ما نحرص على اختيار بعض الباعة المتجولين، لكن احيانا مش كل باع متجول ممكن يكون هو بطل الفقرة، لانه في احيانا باع متجولين اما تكون عندهم مشكلة معينة، اما يكون عنده حالة مرضية خاصة او اي حاجة بالامكان ان احنا نتوقعها في الميدان. خلونا مع بعض نبدأ نشوف اللي حيكون معنا في هذه الفقرة مع بعض. طيب احنا الان هنا في اجواء المدينة، هنشوف من اللي حيكون معنا اليوم. طبعا على الاغلب دائما بتلاقوهم في ناس مثلا من الباعة المتجولين يكونوا مثلا عند المحلات التجارية، فبيخرج البضاعة على طول ويمشيها لهذا المكان. وفي ناس لا، تكون مثلا بضاعتهم يعني خاصة فيهم من محلات معينة، ما يكونش عندهم مثلا مقدار كبير من انه يجيبوا هذه الاشياء، فيحاولوا انهم قدر المستطاع يعملوا هذه البضاعة على اقل وقت ممكن، يحاولوا انهم يوفروها، يحاولوا انهم فيتعبوا كثير في انهم يلاقوا هذه البضاعة. فبنشوف اليوم مين اللي ممكن ان احنا نختاره. والله يا جماعة الواحد يحتار من يختار، لانه ايش بتلاقي اطفال، بتلاقي ناس، بتلاقي صغار، بتلاقي كبار في السن. فما نشوف اليوم من اللي حنختار. تعالوا من الباعة المتجولين هذولا، في ناس احيانا بيكون جالس ثابت في مكانه، يعني هو جالس يبيع من ذاك المكان، وفي ناس يضطر انه ياخذ بضاعته ويمشي يتجول. هذول الناس اللي يمكن يتعبوا اكثر. بس انا مش شايفه احد هنا، شكلي برجع ثاني مرة وامشي الى الشارع من جديد وادور يا رب ان انا الاقي الشخصية اللي تستاهل انها تفوز معانا بالجائزة. لحظة، انا شايفة واحد هنا يبيع مساوك. على فكرة بيع المساوك من الحرف اللي انتشرت مؤخرا. عرفني باسمك. جميل. مين؟ جميل على عبد الرحمن الشمال. عم جميل من وين يا عم جميل؟ من وين؟ بني شيبة. من بني شيبة؟ أيوة. الله يحفظك. ايش تعمل هنا يا عم جميل؟ ببيع مساوي. تبيع مساوي؟ دولار. بدولار؟ بكم سعر المسواك؟ بكم سعر المسواك؟ 100 200، كل واحد شو على ميزانيته. على حسب. مساعد المواطن. وانت من وين تجيب المساوك؟ من تهامة. من تهامة؟ من اللي يجيب لك هذه؟ سيارة صالون. يعني مش من السهل عادك تجيب المساوك من تهامة. بتبكيش معه؟ ليش زعلان؟ ليش بتبكي؟ الشغل حلو مهما كان صعب، الشغل حلو صح ولا لا؟ خلاص انا ماشي، اطولش عليك. انت كم يطلع لك باليوم؟ الله طلع 3000 4000 2000. الله يوفقك. انا معي سؤال، سؤال على جائزة 60,000 ريال ان شاء الله. إذا عرفت تجاوب أجيب لك الجائزة إن شاء الله. إذا ما عرفت تجاوب تسأل 3 أشخاص، تكون أنت المذيع تمام، وتسألهم. اللي بيعرف يجاوب يا إما يقول لك الجائزة نقسمها أنا وأنت، إما يقول لك الجائزة لك. اتفقنا؟ ما هو البهنس؟ البهنس إيش البهنس؟ إيش البهنس؟ هذا دواء عربي. ما هو البهنس؟ إيش هو هذا البهنس؟ ما أنتش عارف. طيب إيش رأيك الآن تكون أنت المذيع وأنا بيحقق المساوك؟ هات ايش نمشي انا وانت؟ لا انت الشمسك وش تسال؟ انت بتسال اي واحد وانا واقفه جنبك. ايوه نروح مع بعض. اسمك مره ثانيه؟ جميل. اذا مع العم جميل هنا في محافظه تعز الذي يبيع المساوك، ربنا يفتح عليه ويكتب له الخير والرزق. حنروح مع بعض نشوف اجابه هذا السؤال، واذا كان في واحد حيعرف يجاوب يقسم الجائزه معك ولا الجائزه كلها لك. جاهز؟ قل جاهز مع بعض. اسمه؟ قول مع بعض. مع بعض. إذا مع بعض مع العم جميل، يلا بينا. أنت كم عندك أولاد يا عم جميل؟ كم عندك أولاد؟ كم عندك أولاد؟ 5 وبنت. الله يحفظك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أنا بيع مساوك. أنت لما تمشي تقول مساوك كلك كيف؟ أيوة هاد الطريق.
لما تروح لعند الناس مثلا، لما تروح لعند الناس تبيع لهم المساوك. اللي يشتري منك يشتري، في بعضهم يضحوا عليك ولا لا؟ الا فيه يصيحوه. خلينا يطالون نقول لك 100. ايوه طالب ال 200 مثلا. ارجع كذا ارجع كذا، احنا الان وسط الشارع. يرجع يمدل 100. يرجع يصيح عليك يديلك 100. اقول له روح. قول المفروض التعامل مع الناس، ايش رايك نسال هذول؟ تعال تعال نسال هذول. سالوك كذا قول له السلام عليكم، كيف حالك؟ عرفنا بنفسك، خليك مبيع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ما هو البهنوس؟ البهنوس والله لا ادري، بس ما يدري لا يدري. ضاعت عليك الفرصه الاولى، باقي معك شخصين نسالهم. يلا يا عمي. واحد يعرف يجاوب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. على الله. جميل لما اكون اعمل نفسك مذيع مذيع وشي كذا، وانت تتكلم تطرح الميكروفون، خليك واثق من نفسك. هذا مضمون من راح. خليك واثق من نفسك عندي. يلا خير. سال سالكن سالكن بالله. تعال سال هذا عم جميل، تعال. الله. والله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. ما هو البهنس؟ يلا. البهنس. البهنس. ما عندي. سؤال تكسب عليه جائزة الآن، نقسمها بينك وبين العم جميل. ها؟ ما هي الشجرة حق المساوك. شجرة المساوك؟ أوه. خطأ. أوه. هي شجرة المساوك. راحت الفرصة الثانية على العم جميل، باقي معاها الفرصة الثالثة والأخيرة. أنت هنا عند البدر. طيب أنا أوديك الجامعة، أدخلك الجامعة؟ يلا يلا هيا. نروح الجامعة. إيش توديك يا شارع الجمهوري اللي معروف الدول العربي. شفت شارع الجمهوري؟ يلا ان شاء الله شو نحصل واحد هنا يعرف يجاوب. والله انا اشتي يا عم جميل، اللي يعرف يجاوب يقول الجائزه لك، خذها لك. على الله على الله ان شاء الله. ادو ادو هذا مثال هذا ابو الكوفي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شو البهنوس؟ ما هو البهنوس؟ شو البهنوس؟ المسواك. المسواك. لا رايح انا الثلاثه الفرص على العم جميل. ما عادش غيرك. ما عادش غيرك. كيف نعملك؟ كيف نعملك؟ راح على ثلاث فرص. مكتوب. نزيد فرصة ولا خلاص؟ راح على ثلاث فرص. أنا قلت لك إيش بدينا شان الجمهوري ولا الباب الكبير؟ مو اللي جينا هنا. هذا شعرت جاوب، هذا شعرت جاوب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمعك البهنس. البهنس. ايش اسمه؟ هو انا من انواع الحيوانات. ايوه منو هذا الحيوان؟ الثعلب. الديب. ابن الديب. لا مش الديب. أو ابن الثعلب. لا مش الثعلب، مالك منهم، اسمعهم مش غلط. ها ما هو؟ هو ابن نوع من الحيوانات. لا مش ابنه، هو ملك الغابة. ما ابن الثعلب. الاسد. صح صح. البهنس ايش هو؟ الاسد. الاسد صح. عرفي جامد. تعال 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 هنا، تعال تعال. لحظة لحظة عم جميل. الأسد فعلا. هذا الأخي عفوا اسمك مين؟ سمير العامري. سمير سمير يكون قد استطاع أن يجيب بهذه الفقرة، فقرة مع بعض. هذه الفقرة اسمها مع بعض، نختار فيها الباعة المتجولين يا سمير ونشوف وضعهم. إذا عرف يجاوب السؤال أخذوا الجائزة، ما عرفوش نروح لعند واحد نسأله. إذا عرف يجاوب يا إما نقول له تقسم الجائزة لك، ولا يا إما نقول له خلاص تجيب له الجائزة. إيش تختار؟ عادي خذها. أخذ الجائزة؟ ما بشيء. لا 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 لا, لا. وهنا سمير يجسد المعنى الحقيقي للإيثار اللي نحاول من خلاله أن إحنا فعلا نظهر مثل الأشخاص الرائعين، مثل سمير اللي يكسب جائزة يقول لك لا أنا أجيبها لهذا البائع المتجول. يبقى يا عم جميل الجائزة 60,000، وسمير قال تأخذها لك كلها. خلاص شكرا. شكرا شكرا يا عم سمير. إذن العم سمير العم جميل يكون قد فاز معنا في هذه الجائزة، فقرة مع بعض. أنا أريدكم تحيوا تحيوا سمير اللي كمان تنازل بالجائزة للعم جميل. ألف ألف مبروك. 60,000 ريال. يعطيك العافية يا عم جميل. ولا يبيع يطلب الله. ألف مبروك يا عم جميل. 60,000. يعطيك العافية. شكرا يا سمير. علي دور 200. الله يعطيك العافية، مع السلامة. شكرا يا سمير، أنت رائع أنت رائع. شكرا يا سمير. أهلا وسهلا فيكم في هدرع الماشي، وأهلا وسهلا بمدينة المكلا وشخصيات مدينة المكلا الأكثر من رائعة. خلونا نتعرف أنا وأنتم على شخصيتنا حلقة اليوم. السلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله نحمد الله ونشكره. حياك حياك. عرفني على اسمك. حامد علي محمد العطاس. حياك عم حامد. من وين؟ من المكلا. ولدت وتربيت وترعرعت ودرست في غير باوزير. في غير باوزير. وانتقلنا في 69 لهنا.
يعني انا احسبك انا من غلبه وزر ولا من المكلا؟ انت الخبط. لا لا لا، مسقط الراس غالي 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 غالي، وتعيش الغالي، يعيش المكلا، وتعيش حضرموت كلها. الله يسعدك ان شاء الله يا رب. الله يحفظكم ان شاء الله. كيف كيف حال الدنيا معك هذه الايام؟ والله الدنيا زينه، فيهم نقصات طبعا هذا بدون شك نتيجه الوضع المتأزم اللي نعيشه، وبالتالي علينا ان احنا نصبر حتى نخرج من النفاق يا بنتي. الله كريم. ايوه، وعليك ان يظل الامل قايم. لابد ما تفرق. لابد. أيوة. ما تفرق ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. أيوة. يا رب. طيب انا اريد اتعرف اكثر عليك، متزوج، عندك اولاد؟ انا تزوجت اربع مرات. ها؟ اربع مرات. اربع مرات. نوعت من المنتج المحلي للعربي للعالمي ولا كله محلي؟ لا كله محلي. محلي كله. طيب ها، من اين الاولى؟ ها الاولى في 75 وتوفت الله يرحمها. الله يرحمها. من المكلا. من المكلا. اها، والثانيه؟ والثانيه كمان من المكلة. من المكلة. ولا ولا زالت حية والله يعطيها طولها. الله عافية. لا تقش وزارت حية. يعني تقش وزارت حية، قلوا وزارت عايشة. حية يقعدنا حياة يعني. لا زالت عايشة. معنا احنا تعابين يحولونا حياة. ايوة. الثالثة من وين؟ او الثالثة من هنا. من المكلة. من المكلة. ويا بيت لي اربعة اولاد. هي يا عم حامد. ليلى وابو بكر وعبد الله وعلي. ما شاء الله. الله يحفظهم يا رب. والرابعة. والرابعة من هنا من حجر. من المكلا. من حجر. هي هي. ليش ما خرجت صيب؟ ليش ما رحت الشمال؟ ليش ما رحت؟ مع انه شفينا رحت في 82 موسكو، كوبا، المانيا، اثيوبيا. واو. يعني ربي قد كتب لك فرصة الخروج. أيوة. وانت جالس من المكلا. من المكلا. كيف لك؟ وبنات المكلا ما فيش احلى منهم للامانة، بس انا مستغربة كيف له. لا شوفي، لا شوفي، مش مهم الحلاقة، اهم شيء الجاذبية. صحيح صحيح. الجاذبية في البنت او في الزوجة والطاعة والحياة اصلا تبادل ادوار. صحيح. ولازم تضحية بالنسبة لك او للزوجة، لازم تضحية. طيب يعني البنات الاجنبية الحين ما يضحوش؟ لا لا فعلا، انا معي اعرف ناس درسوا هناك ويابوا حريمهم لهنا. كانوا بلغاريات وروسيات. منغوليات، تشيكوسلوفاكيات، من الشيك، من البراغ. يابوها اللي هنا وبعضهم ماتن هنا. خلاص. اي فور تضحيه اساس الغربان. ايوه. تضحيه طبعا موجوده، لكن اقصد انا المحضار قال يا بنتي لو خيروني بختار الذهب، الناس الدنيا معادن. معادن. المعدن اهم شيء، المعدن حقك. صحيح. لان المعدن هذا مهم، هو المعدن اللي يحدد. كيف اعرف المعدن؟ انا اروح اقشطه يعني؟ لا لا لا، عبر مواقف معينه. انا بيمشي قصه دحين. بس انخدعنا يا عم حامد، في مواقف كثير والله تمشي تصدقها وبالاخر تنخدع تطلع كذبه. دحين بجيب مش قصه في المعادن. قل. هذا في واحد غريب دخل قريه. دق على البيت، كلمته المراه، ايش في؟ قال جيعان، كوز ما خبز ولقمه رز يا بنت الحلال. قالت له تفضل. جلسته برا، خريت له صحن الرز ووصل الصيد. اول لقمه، ثاني لقمه، زوجها هي من بعيد هناك، ايش هذا؟ رزقنا طيرته ابو. ربي ايش قال؟ والله نبني الدار. يرى الصحن من تحت الريال وتفرر، روح هناك روح. ودخل يصيح على المراه. ريال غريب ما له دخل. بعد العشاء دخل قريه ثانيه، دق على بيت، كلم ريال، ايش في؟ قال له قال تفضل يا اخي. جاب له سفره من الشق ذاك للشق ذاك. اكل. ياكل، وهو ياكل يسمع الحرمه حق الريال هذا. هو من عمر عزمته ضيعت رزقنا. من السفره مليانه. ايوه. بعدين قال له لا لا تستغرب يا اخوي، الحرمه اللي اعطتك صحن الرز اختي، وهذه اخت هذاك اللي جرب. اي والله صدق. المعدن. المعدن يقول في الطبع يغلب التطبع. هذا في كلام. في واحد شيخ هكذا ورجال تاجر عنده قط. والقط هذا كل يوم ياتي وهو يالس القط عنده. سالوه قال هذا ما يتحرك الا باوامري. اوامر صاحب القط. القط. ايوه. في بعد اسبوع واحد جاب فار. والناس ياسه، فك الفار، خبت القط. قال الطبع يغلب على التطبع. صحيح. ماشي اوامر. صحيح صحيح. وبالتالي عليك هو معدينك. معدينك يحكمك. مهما حاول انه يمثلها او يمثلها. أيوة. هي موجوده داخل. موقف موقف معين يكشفك. فعلا. وعندنا هنا المعادن الغش كثيره. يعني ما تحس الناس يعني اكثر وفاء ويذكرون. وفيهم قوله تقول يا بنتي اذا اردت ان تعرف شخصا على حقيقته على اعطوه سلطه او مال. سلطه. سلطه او مال. او مال من خلالها الشخص على حقيقته. اعترف هذا الشخص. بعدك يا عم حامد والله ما رجعك فعلا والله العظيم. اكثر حاجتين ممكن يكشفوا طبيعه الانسان في حياته. انا بعدك. طب انت عم حامد ايش اشتغلت؟ انا اشتغلت هنا، مسكت نائب مدير عام مديرة المكلا ومامور الارياف، وفي المهرة 10 سنين رئيست. ما شاء الله. رئيس الدفاع الشعبي. ما تعرفين الدفاع الشعبي انت؟
هذه من خلال اللي رحت الى موسكو وكوبا و اثيوبيا. انا كنت بسالك ليش سافرت هناك؟ ايش كان معك؟ برلين، وبرلين في 82. اكثر شيء اسعدك في شريط الحياه الطويل؟ شيء خلاك كذا فرحان مبسوط؟ والله شوف، اهم شيء اللي هي اللي انك تكون اول مقتنع بما ياتيك. السعاده تكمن هنا اصلا. ما علي من الحكام، انا شيء موقف خاص. موقف خاص. موقف خاص ايام كثير. احكي لي احتاحي. احكي لي شكاية كثير. الله يرحمه، كان عندنا المحافظ هنا عبد القادر حسن هلال. وهذا الخور الله يرحمه، يعني بعد الله هو فضله. هذه من المواقف اللي اسعدتك؟ اوكي، ما اسعدني الى الان. اسمه خالد، يعني هلال هلال. طيب شوف شوف، حتى الفراشات يرحبين فيك يا عم حامد. الله ترحب فيه. حتى الفراشات يرحبوا فيك يا عم حامد. لا انت بالعكس، فيش ترحب فيك انت. الله يعبدك. انت الضيف يعني. انت ما رحبتش فيها، المفروض ترحب فيها حتى باغنيه. حتى المفروض ترحب فيها باغنيه. انا بقول بغيتينا نجيب بيت شعر فيك. لا اريد اغنيه. لا بيت شعر. رايت المكلة حيت من اتاها راجلي، وخفت من عليائها تترجلي. يا اهلا ويا سهلا بهذا الواصلي، ربيب المعالي والعلى المتأصلي. الله يعطيك العافيه. مرحبا بشعر. الاشعار من ابيات مين؟ هذا ابياتي انا. شاعر. تكتب الشعر؟ عندي شعر. عندي شعر ما شاء الله. والله العظيم حامد طلع ثروه. وعندي كثير من الشعر عندي. وفي عندك قصائد مغنه ولا لا؟ لا انا عندي دحين، انا بقول ايش بغيت بلقي مسرحيه، مسرحيه الزوجه المستبده. زوجة المستبدة؟ ايوه. لان ايش في زوجة مستبدة يا عم حامد؟ لان في بعض الزوجات مستبدات. لا 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 لا، انا اعترض يا عم حامد، مع احترامي ما في زوجات مستبدات اطلاقا. لا بالعكس، انت قاع رجال بتعرفين بعض. انا رجال يسموني بقيت. قاع رجال بتعرفين انه في زوجات مستبدات فعلا. وبالتالي انا لقيت مسرحيه هكذا ابغى حد. يعني انت اللي كتبت المسرحيه هذه؟ ايوه، بس انا له حقه، ولا حتى الاغاني حقها. وعرضت وبثت ولا هذا في في واحده الزوايا مستبده تقول لزوايا: ان كنت تحبني كن خاتم في اصبعي، كن خاتم. وان كنت تعزني اعطيني حريتي، اعطيني حريتي. لا تقول لي رحتي وين، لا تقول لي تمنين، خليني ع فرحتي خليني. كل شهر هتراتبك بصرف، ورغبتي بصرف. وان احتيت فوق راتبك لا ترفض اوامري، لا ترفض اوامري. لا تقول لي رحتي وين، لا تقول لي تمنين، خليني ع فرحتي خليني ع بس بعض شلال. انه في نساء كذا مستحيل. ايوه، وفي هذا شوفي، معقوله في نساء كذا يقولها؟ ايوه ايوه، هذا الحرمه قاعد مشتي اعطيني انت. ايوه 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 ماشي. دعني نضرب امثله. شوفي والله، لا وقدام تقول هكذا، هي تقول لابوها بغتها يزويها. جبت كلماتنا. زويني يا بابا، زويني يا بابا، ننحبه يا بابا، وعشقته يا بابا، حبيته حبيته، وفي قلبي خبيته، وباسمه ناديته. ونسي منا يا بابا، زويها يا بابا، زويها يا بابا. تحس على ما ياخذ المقطع عليه زوجي يا بابا وينتشر العالم. صبايا حسين. شفتي ما يزوجونها، تقوم البنت تهرب، تخرج امها تدور عليها. حد شاف بنتنا، حد شاف بنتنا، حلوه جميله ما حد مثلها. أمريكية لا لا، فرنسية لا لا، لندنية لا لا. حاشا بنتنا، حاشا بنتنا، حلوة جميلة ما حد مثلها. مغربية لا لا، تونسية لا لا، ليبية لا لا. حاشا بنتنا، حاشا بنتنا، حلوة جميلة ما حد مثلها. يمنية حضرمية واه واه، يمنية حضرمية واه واه، كلاوية ايوه 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 ايوه، شفتك عرفتها هي حتى بنت. الله عليك. الله، يعني انا المسرحية هي تناقش موضوع معين، وكمان فيها قصائد مغناة، قصائد شعرية مغناة. جميل. يعني طب انت كم لك يعني يا محمد وانت في هذا المجال، انك تكتب الاشعار، القصص، تكتب والله الاشعار؟ لي فتره طويله يعني بهذا الصدد، والان نسقنا مع بعض القنوات على اساس ان احنا نعمل مسلسلات. هذا وفي حتى مسلسل حلقات اسمه ابو لبح في المقاهي الساهله. طيب قدم عندنا يا
عم حامد قدم عندنا احنا بالقناة. ايوه بحكم انني مالك ومديرة وصاحبة القناة والمذيعة والمخرجة والمعدة. أيوة والمصورة هذا اقبل. شوفي شوفي يا بنتي نحن هذه نسميه كمر. كمر 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 الحزام اللي. الحزام نسميه نحن كمر. انا الحين بلاقي حلقة اسمها عيادة معالية مضاعفات الكمر. أبا. عندما تكون فقري عندما يسيطر عليك الفقر فهمتك. يعني تفقد فهمتك. أيوة فهمتك. وبالتالي رائع كيف أن تتناقش المواضيع الاجتماعية بطريقة غير مباشرة. أيوة النقد الساخر يسمونه. الله فيتر. عليك الله يوفقك. قلت لا لا. طيب في حياتك مواقف كثيرة قلنا صح ولا لا؟ تكلمنا على الأشياء اللي أسعدتك. أكثر شيء زعلك بحياتك إيش؟ والله شوفي أكثر زعلنا بحياتي اللي ما يفطن المعروف. اللي ما يفطن المعروف هذه زعلنا. تعمل معروف في واحد كذا وكذا وكذا شفت ولا لا؟ وبالتالي يقول لك ايش عملت لي؟ يظل معروف لوجه الله. الوجه الله شفت ولا لا؟ لكن هذا المعدن انا ما ارتاح له صراحه. يظل معروف لوجه الله واحنا لا نسالهم جزان ولا شكورا. اخر حاجه او اخر كلمه تحب انك توجهها للي يتابعوك الان للمشاهدين. والله يتابعونا نتمنى لهم السعاده والتوفيق والرفاهيه والهناء ونتمنى من الله ان نخرج من هذا النفق بأقل الخسائر وأن تعاد البسمة الحقيقية لأطفالنا وأهلنا ونعمل من الله سبحانه وتعالى لا غيره أن يكون العام هذا الحالي عام سعادة وفرج على اليمنيين ورجع اليمنيين والأمة العربية يا والأمة العربية شفتي والله وفلسطين. نحن طبعا نحن ناس أنا نذكر أنا يوم كنت ندرس الابتدائي أخي أيها العربي أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. أخي أيها العربي الأبي أرى اليوم موعدنا لا غدا. الله يسعدك إن شاء الله. أنت شخصية رائعة جدا. إحنا كنا يعني لنا الشرف إن إحنا التقيناك. هذه هدية بسيطة 5,000 ريال مقدمة من فاضل الريمي تجاره الاستيراد وهو الوكيل الحصري للزهور المتحدة زيوت النباتية ممثلة بالشيخ فهد المربعي وللفود عنها الخالة الجميلة الخالة لول. ألف مبروك يعطيك ألف عافية وسعادة وصحة وكل الخير أتمناه لك يا رب. أما أنتم فما زالت لدي معكم العديد من الفقرات المختلفة في الميدان كونوا معنا. لكن انتم سابدا معكم صباح الخير. امين اضع عدوي الله يحفظك يا رب. شكرا لك. اذا بعد هذه الدعوه الجميله التي جاءت في وقتها ابدا معكم فقره العب واربح لهذا اليوم. طبعا في البدايه اعطي اي متسابق لغز او سؤال اذا استطاع انه يجاوبه راح معنا على اللعبه، ما استطاع ما يدخل معنا اللعبة. سؤالي في حلقة اليوم ما هو الشيء الذي تكره أن تلبسه وإذا لبسته لا تراه؟ إذا جاوبت طبعا وانتقل للمرحلة الأولى في عندنا في اللعبة 5 ممرات يدخل فيها الكرة إذا 3 صفوف. الثلاثة الصفوف الصف الأول 20,000 إذا وقعت الكرة فيها، الصف الثاني 30، الصف اللي وراه 40. إذا تجاوزها انتقل إلى مرحلة الصناديق، قد يفوز بسيارة، قد يفوز بذهب، قد يفوز بأشياء مختلفة وقد ما يفوز بأي حاجة. إذا ما استطاع معاه 3 مرات ل3 أشخاص يتعاونوا معاه وبعد كده يقتسموا جائزة المرحلة الأولى. كل الأحوال خليني أروح للميدان أشوف الفائز معنا في حلقة اليوم. ما هو الشيء الذي لا تحب أن تلبسه وإذا لبسته لن ترى؟ الشيء الذي لا أحب أن ألبسه وإذا لبسته لن ترى. ها الشيء الذي لا احب ان ما تحبش انك تلبسه بس حتى لو لبسته ما حد يشوفه. الجمل. الجمل ولا الجمال؟ الجمال والجمل. الجمل الجمل نحن نلبس الجمل. الجمل الانسان. جمال الانسان تقصد الجمل كصفه؟ لا لبس لبس ساعدينا ماي فريند تتشر مختار عبد الرب المسؤول عليكم هذاك زميلي بخالي هو لانه كنت انا مستوى وسط. أيوة أيوة. لا مش على وسط خلاص انت من القريه بيت وسط انا اقول له ارفع لي راتب والله.
حاجه ما تحبش انك تلبسها، ولا لبستها ما تشوفها. والله ما تحبش انك تلبسها، وحتى لو لبستها ما تشوفها. ها الماء. الماء تلبسها. الآن توري لي كيف تلبس الماء، أنا أعطيك مليون. الآن اسمك الكريم؟ عدنان عبد الله. أخي عدنان هنا من منطقة إيش؟ شرف شرقب. من منطقة شرف شرقب يلبس الماء، الآن تورينا كيف تلبس الماء ورب العرش أجيب لك مليون ريال. يتغسل فيه. لا أنت قلت تلبسه. لا لا يلبسه. يتغسل يعني. لا والله مش شكل لا تلبس الآن، أنا مش ماشي من هنا لما تلبس الماء. يتغسل في بوا أحد كأنه. أنا ما قلت لك شيء تغسل، أنا قلت لك حاجة تلبسها وأنت ما تريد تلبسها، إذا لبستها ما تشوفها. اسمي مريم غسان. حيا بك، من وين؟ من عدن كريتر. يعطيك العافية إن شاء الله. ما هو الشيء الذي لا تحبي أن تلبسيه وإذا لبستيه لا تريه؟ الأسود. ما تحبش تلبس الأسود؟ ليش يا مريم؟ أحس حزن. بالعكس الأسود أنيق للفخامة. طبعا احنا الان في احدى المخيمات في مدينة المخاء، ما يخفاش على الناس الاوضاع الناس الساكنين هنا في المخاء واوضاعهم، فانا حبيت انه هذه اللعبة ان شاء الله تكون هنا في مدينة المخاء ونشوف يمكن مين اللي حيربح معانا فيها. نمشي انا وفاروق نفتش كالمعتاد عن الحالات مع نادر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خلينا احنا اول شيء ندخل حتى نلقي نظرة اولا منها كتسليط الضوء على معاناة الناس الساكنين في المخيمات. حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك. ناجي امين سعيد سعد سالم. من وين؟ من الحديدة. من الحديدة، الله يعطيك العافية ان شاء الله. ناجي ايش تسوي هنا؟ نازح. نازح من الحديدة للمخاء. ايوه. الله يعطيك العافية، سلامة مالها عينك؟ والله وقت اطلب والله بالمطار قلبت سويت حادث. قبل كم؟ قدام شهر. الله يعطيك العافية، الآن فقدت البصر بعينك؟ أيوة، من الأعصاب ماتت، قالوا لي عملية ب 597 ألف. 597 ألف، 600 ألف ريال. أيوة. وما سويتهاش لي؟ ما فيش معانا إمكانية ولا معانا بياس. أنت عندك أفراد أسرة يعني؟ أيوة عندي أسرة، أسرتي من ثلاث أنفار. من هم؟ أبوك وأمك وزوجتك؟ عندي زوجتي وابني وأبي وأخواني. وهذم كلهم ثلاثة؟ لا، عندنا أخواني منهم 10 صغار بنات. الحين انت الان لو جالس تشوف بعين واحده تتاثر العين الثانيه ولا لا؟ اكيد. الله يعطيك العافيه. طب انا معي سؤال، اذا ربحت ممكن تربح معنا؟ سبحان الله، ربي قد يوفقك بعين ان شاء الله. نحن نربح. السؤال يقول، ما هو الشيء الذي لا تحب ان تلبسه واذا لبسته لن تراه؟ الكفن. هيا والغاش. الكفن. هيا والغاش. عيب الغاش. بس انا قد نبا كنت بجاوبك. ما دراك انه الكفن الذي لا تحبه أن تلبسه؟ لأنه ما حد يحب أنه يلبس كفن. صحيح، وإذا لبسته لن تراه؟ أكيد. طيب اسمك مرة ثانية؟ ناجي أمين سعيد سعد. إذن يكون أخي ناجي هنا في مدينة المخاء وهو من أبناء محافظة الحديدة، قد جاز معنا المرحلة الأولى بنجاح، نروح نلعب ونشوف إيش يطلع حظك إن شاء الله. هيا نلعب. هيا الله. هيا نلعب إذن مع أخونا ناجي هنا ونشوف إيش اللي حيكسبه في حلقة اليوم. من أبناء محافظة الحديدة ومعنا اللعبة اللي هي على مرحلتين. المرحلة الأولى يا ناجي إنه في عندك 1 2 3 4 5 6 ممرات تمر فيها الكرة، إذا سقطت الكرة في الصف الأول تكسب 20 ألف، في الصف الثاني 30 ألف، في الصف الثالث 40 ألف. عندك 3 فرص، إذا ما قدرت ممكن تستعين بشخص برضو عنده 3 فرص، وهكذا 3 أشخاص فقط لا غير. ما قدرتش خسرت اللعبة كامل، أما لو اكتستها فحتنتقل معنا للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الصناديق. معنا سيارة، مليون، نص مليون، ذهب، صناديق فاضية، وانت وحظك. جاهز؟ جاهز. كيف حظك يا ناجي؟ إن شاء الله خير. يا رب بإذن الله، أنا أريدك تسوي العملية إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مع ناجي من أبناء محافظة الحديدة، هذه كلها آثار الحادث صح؟ أكيد. اللي في يدك. إذا الله يعطيك العافية وقدر ولطف وبسم الله. وقف هنا، نريد الكل يعد معانا. 1 2 3 بسم الله. أنا ذا يقول 4. طيب تعتمد على التوازن إن شاء الله يا رب بإذن الله تضبط معاه. أها برافو، أحسنت أحسنت.
ايوه برافو احسنت. اوبا مش مشكله نعيد المره الثانيه، عنده ثلاث فرص. بسم الله بسم الله. ها اها يا رب يا رب يطلع معانا. ايوه احسنت. هدا هدا هدي 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 يا ناجي هدي. الآن وصل إلى المرحلة الأخيرة، ما شاء الله عليه. برافو. ها ها أيوة 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 أيوة. أحسنت ناجي ما شاء الله. الفرصة الثانية استطاع أنه يجتاز معنا المرحلة الأولى بنجاح، وهذه يا ناجي 40,000 ريال. ألف ألف مبروك. الآن أنتقل أنا وأنت هنا إلى الصناديق، اختار واحد منهم. 6 صناديق، اختار صندوق واحد. هذا متأكد على هذا الصندوق؟ متأكد. أنا برأيي لو تغير أحسن، غيره غيره، اختار صندوق ثاني، اختار صندوق ثاني. ها هذا هذا الصندوق حلو، مع أن هذا أزرق وهذا أزرق. طيب بسبب أنه فقط متعب بعينه، متعب بالعين من الشمس، أنا أرجع مكانك وأنت ترجع مكاني. تفضل عشان عينه، لأنه عينه متعبة من الشمس، ونغير زاوية التصوير شباب شوية للخلف. إذا ناجي أنت كنت اخترت هذا الصندوق وأنا أشرت لك على هذا. طيب لو قلت لك أنا نغير بتغير؟ لا أنا أشتري هذا. خلاص هذا من الأخير. من الأخير. أنت إيش تشتغل؟ حمال. نعم؟ حمال. حمال، كم يطلع لك باليوم؟ 3,000 4,000 5,000. من الأخير وبدون أي مساومات أعطيك 100,000 ريال وأخذ الصندوق. 100,000 ريال وأخذ الصندوق. 100,000 ريال مبلغ حلو، خذ 100,000 واعطيني الصندوق. لا لا شو الصندوق؟ شوف أنا قلت لك اختاره، بس قد ربما ودف فيك، قد يكون فاضي، لا تصدقنيش. على الله أنا اتكلت على الله. 100,000 ريال معك، معك 40,000 حلو. 140,000 ريال يبيع ولا لا؟ لا 140. قد يكون الصندوق فاضي يا ناجي. انت قيمة العملية كم تحتاج لها؟ 597,000. 597 600,000 ريال. 170,000 ريال. لا صندوق. 180,000 ريال. صندوق. 190,000 ريال. صندوق. 200,000 ريال. صندوق. صندوق. اسمعني، 200,000 ريال مبلغ حلو. 200 نوفي عليها بعدين 400 وتروح تسوي العملية إن شاء الله. صندوق. اسمع مني 200 حلو. صندوق على الله أنا اتكلت على الله. 200 حلو، اسمع مني اسمع مني، أنا ما كذبش عليك، اسمع مني. 200,000 ريال. 210. 211. 212. 213. 213 وكيلو طماط وبطاط وبصل. صندوق. ربع مليون ريال. الصندوق. ربع مليون ريال يبيع ولا لا؟ ربع مليون. بيع. بيع. يبيع. يبيع. بعنا. باع. باع. إذن ناجي وصلت معاه إلى ربع مليون ريال، باع معايا الصندوق بربع مليون ريال. 300. أيوة. قد باع ب 105. 300. خلاص راضي؟ لا 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 داخل نص مليون. لا لا تركه. الصندوق الصندوق. خلاص قد باع. حقك الصندوق. المفروض تساعدني مع العملية، ونحن بنساعد مع الجمهور كامل. بعنا. بعت.
ناقي باع وانا اشتريت، لكن يا ناقي بعض الصناديق معاك مفتاح سيارة، قد يكون داخله مفتاح سيارة. ها ها، انا اتكلت والله على الله اللي يصلحه. في صناديق داخلها ذهب، في صناديق داخلها ذهب. كيف باع؟ بعت اكيد بعت. تشتري نصيحة اخ، خليك على الصندوق. لا لا خلاص بعدين، خليك على الصندوق. على الصندوق لو ادفع لك كم ما دفعت لك، خليك على الصندوق. على الصندوق والله. 300 الف ريال صندوق، 350، 400 صندوق، 400. طيب مش راضي على الصندوق، اذا انا باخذ ال 400 وانت لك الصندوق، طلع ما طلع فيه على الله. خلينا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا نفتح مجموعة من الصناديق الموجودة، اختار اي صندوق من الصناديق غير هذا. غير هذا افتح غيره، هات اي صندوق، هات اي صندوق نفتحه. هذا الاحمر، هذا الاحمر. هنا كان معانا في هذا الصندوق، كان معانا خاتم ذهب، كان معانا خاتم ذهب. ايش ده؟ مش حقه، خاتم ذهب مش من نصيبك. افتح من هذا الصناديق واحد اعطيني. في هذا الصندوق كان معانا يا ناجي، الى الصندوق كان في داخله مفتاح سيارة. كان مفتاح سيارة راحت عليك السيارة، راحت عليك السيارة. تعال تعال انت، تعال 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 تعال. ايش تقول؟ تعال تعال احسن لانه اختار ذا، لكن اختار واحد ثاني. ايش قلت؟ ما اختار فاضي. انت مع هذا ده فاضي. طيب اذا راحت السيارة، راح الذهب، راح العمر راح، وانا قلبي ما استراح. نشوف صندوقك يا ناجي، بسم الله الرحمن الرحيم ايش كان في ناجي؟ مش مليون، مش مليون، مش مليون. على الله على الله ما طلع طلع. راضي؟ كيك كيكة. العافية. كل 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 كلها كلها لذيذة لذيذة كلها. كل على الله كيكة من منتجات لول فود، من منتجات لول فود. كيكة لذيذة رائعة بسم الله. لا يتقاسم الكيف نصلا. طيب ناجي في حاجة داخل الصندوق؟ 100,000 ريال، 100,000 ريال معانا لناجي. باقي 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 ولا لا؟ باقي 200,000 ريال. باقي باقي. طيب هذه 100 وهذه 100، باقي 300. باقي 300,000 ريال. طيب نشوف باقي 300,000 ريال لا؟ وهذه 100,000 ريال. 300 باقي 200، أكد. طيب أدور. وهذه 100,000 ريال رابعة، 400,000. باقي 100,000، باقي 100,000. وهذه 100,000، نص مليون ريال. باقي ولا لا؟ باقي ولا لا؟ خلاص باقي 100,000 ريال، 600,000 ريال. باقي ولا لا؟ 700,000 ريال، 700,000 ريال، 700,000 ريال. ألف ألف مبروك. إذن
اخي لاقي هذه 700 الف ريال ايش بتسوي فيها؟ بطلع عمليه العينين. وعد وعد ان شاء الله طلع عمليه. ارجع لك المره الثانيه وسويت العمليه. ايوه واحنا ربحناك عشان تسوي العمليه. وانت تراقبه. الله يعطيك العافيه بالسلامه ان شاء الله. وبهذا يكون اخونا ناقي من ابناء محافظه الحديده قد حصل على جائزه اليوم من شركه الزيوت المتحده للزهور النباتيه شركه فهد المربعي وعلامتها التجاريه ولو الفوز 700000 ريال. تروحوا بعيد نزلت تدري العديد من الفقرات المختلفه كلوا معنا. أهلا بكم في روائع القرآن الكريم، فقرة نحاول من خلالها التعرف على دلالة التقديم والتأخير في بعض الآيات القرآنية أو استخدام مفردات دون عينها. سؤالنا في حلقة اليوم يقول: قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ما دلالة تقديم الإناث على الذكور في هذه الآية الكريمة؟ أحمد قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ما دلالة تقديم الإناث على الذكور؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ليش قدم الإناث على الذكور؟ لأن الفضل ولا أهل الفضل بإيش؟ بكل شيء يعني هو صدق والله لأن الفضل بكل شيء، نحن صابرين عليكم. قصدي كدلالة قرآنية يعني إيش؟ والله ما أدري. يعطيك العافية، شكرا لك. لانه هن رحيمات ارحام. اول مره راح اصير اقول يقولنا الاناث رحيمه. ليش؟ دائما نقول انهن كديات وكذا هن عظيم. لا يعني في كذا وفي كذا. لا الايه لها ربما تفسير بالسياق اللغوي نفسه. ما ادري ان شاء الله. يعطيك العافيه شكرا. قال تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. سهل سهل. عاد انا قلت قال تعالى، عاد انا ما سالش السؤال. عاد انا قلت قال تعالى لماذا قدم الاناث على الذكور؟ ما عندي فكره. حاول تكسب معي جائزه. البنات مرحومه عند الله. كيف يعني؟ مو الذكور برضه لا باس لكون انا اقدم. اسفة النساء ما لهم ليش قدموا؟ والله ما عندي شغل. عارفه؟ لا. السلام عليكم. عليك السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. عارفه اسمكم؟ أختي من أم من مصطفى وأم عمار وأم لما لما تصحوا بالأسماء؟ لما تصحوا بالأسماء؟ ليش؟ أم أحمد داود. أم أحمد داود. حيا بك كيف حالك؟ أم عبد المجيد حيا بكم. من وين؟ أم عمار. نحن صبيحة ساكنين هنا في تبر الباحة. هذا المنطقة ايش اسمها؟ صبر. صبر تبع على حق. الله يسعدكم إن شاء الله. طب أنا عندي سؤال، قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني اللي يريد يجيب له اولاد يجيب له اولاد، واللي يريد يجيب له بنات يجيب له بنات، صدق الله العظيم. فلماذا قدم الاناث على الذكور؟ لماذا قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور؟ ليش؟ انا ما نعرف. نحاول نعرف، نحاول نتعلم. ساعدينا. ساعدك. ليش قدم الاناث على الذكور؟ ليش؟ يعني الذكور قوامين على النساء. طيب المفروض انه كان يقدم الذكور. هو الذكور اللي هو اقوى. قدم البقى. بس هو قال يهب لمن يشاء اناثا وبعدين قال ويهب لمن يشاء الذكور. الله اعلم. ساعدني يعني ال- 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 الاناث هن يعني اهم شيء انه الاساس. شوفي الاناث في معاكي ارض بين اختيارات. اختيارات. ايوه. شوفي الايه اللي بعدها او التي ذاتها يقول قال جلاله او يزوجهم ذكرانا واناثا، يعني الايه الاولى قدم الاناث والايه الثانيه قدم الذكور، ليش؟ الله يعلم. انا اعرف. اولا لله سبحانه وتعالى الحق، صح ولا لا؟ لله سبحانه وتعالى الحق في التقديم والتاخير، والتقديم والتاخير هنا لا يجري على الافضليه وانما يجري على سياق الايه نفسها. ففي الايه الاولى يهب لمن يشاء الاناث ويهب لمن يشاء الذكور، هل معناته ان الاناث افضل من الذكور؟ لا لا, 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 لا. ولكن ايش؟ ان الانثى هي من تضع الاناث والذكور. طيب تمام، بس هنا يعني لا نقول الافضليه وانما نقول انه ايش؟ على سياق الايه. ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى انه لا يسال عن شيء اراده فكان، صح ولا لا؟ صح. طيب في الايه الثانيه عندما قدم الذكور على الاناث ليش؟ لان هنا الامهات هنا الذكور يجري ذكرهم على الألسن، أما الإناث فمصانات، مش دائما المرأة تكون مصانة؟
صح ولا لا؟ وعند العرب دائما المرأة تكون مصانة، ففي الآية الثانية قدم الذكور على الإناث ليش؟ علشان المرأة تكون مصانة، صح ولا لا؟ ومحافظ عليها. أنت قلين صح بس، صح ولا مش صح؟ صح. وأنا سأوضح لكم التفاصيل، حياك الله، سأوضح لكم التفاصيل في هذا السؤال وفي هذه الإجابة بعد أن نسلم الجائزة هنا في منطقة صبر التابعة لمحافظة لهج. أختنا مين؟ نجاد. نجاد؟ آمنة عوض نعمة. آمنة؟ ليلى عبد الله. ليلى من اللي قالت حق الكورونا؟ وأم عبد المجيد. لكم الأربع الموجودة معايا 50,000 لكن بتساوي 1,000 مبروك. يعطيكم العافية. الأربع. 1,000 مبروك صفقين. أروح أعطيكم تفاصيل وتوضيح هذه الآية. قال تعالى في سورة الشورى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. صدق الله العظيم. ودلالة تقديم الإناث على الذكور: أولا لله الحق في قول ما يشاء، وثانيا التقديم والتأخير أيضا لا يجري على الأفضلية دوما. الدلالة هنا أن الهبة للخير، وكلاهما بمنزلة واحدة. ودليل أن الآية التي تليها في ذات السورة يقول جل جلاله: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. وهنا قدم الذكور دلالة عدم الأفضلية، كما أنه عرف الذكور دونا عن الإناث لكون الذكور يجرى ذكرهم على الألسن، أما الإناث فمصانة عن الذكر عند العرب. أهلا وسهلا بإيش وليش؟ واللي شايفني الآن بيقول إيش تسوي البنت هذه وليش كذا أصلا ماشية؟ بس مش هذا هو سؤال هذه الفقرة، وإنما سؤالي في فقرة اليوم يختلف، وهو إيش اللي أنت شايفه في الصورة وهو موجود أو عبارة أصلاً عن غطاء قصديري لبعض الأدوية. فليش هذه الأدوية فيها هذا الغطاء القصديري وإيش هي فائدته؟ خلينا مع بعض نروح نشوف الفائز في هذه الفقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ الأستاذ حافظ علي عبد الله. حياك، من وين؟ من ذبحان. أستاذ حافظ، بعض الأدوية مثل ما أنت شايف في هذه الصورة تأتي مغلفة بالقصدير، لماذا تغلف بعض هذه الأدوية بالقصدير؟ حتى احتفظ تحتفظ بحق الصناعة الطبيعية. طيب ليش الأدوية الأخرى ما هي مغلفة بالقصدير؟ ما هي كلها فيها صناعة؟ والله ما أنا عارف ليش، ما عنديش فكرة. عشان تحمل علاج. تحمل علاج من ايش؟ مواد حافظة، هذه تسمى مواد حافظة. كيف؟ عشان علاج ما يخرب. طيب ليش بعض الأدوية مش مغلفة بالقصدير؟ لأن البرد والهواء ما البرد والحماء. أيوة. والغبار والتراب وش يمكن معقول. بقية الأدوية نعمل لها مش قصدير ليش؟ ما في بش مواد، ما تحتاج. ما فيش ما تحتاج مواد حافظة. بعض الأدوية ما تحتاج مواد حافظة فلا تحفظ. إنما تنتهي كل المواد فيها مواد حافظة. أكيد. طيب ليش بعضها ما فيها نشقص؟ يعطيك العافية، شكرا لك. ليش بعض العلاجات مغطاة بالقصدير؟ ليش؟ ما أدريش. ليش غطوها بالقصدير ما غطوهاش بحاجة ثانية مثلا؟ يعني خلينا لا تنتهي. ما أدري. لا مش لا تنتهي، كل العلاجات معناها إذا ما غطوهاش بالقصدير معناها ما بتنتهيش. ما أدريش. يعطيك العافية. تحفظ تحفظ إيش؟ الأدوية. تحفظ الأدوية من إيش؟ مليت لبعة. يعطيك العافية، شكرا لك. عارفني اسمك؟ عبد الحكيم الحبيشي. من وين؟ من إب. من إب. أنا أريد إب تربح معنا اليوم. إيش شايف في الصورة؟ شريط علاج. شريط علاج. طيب ليش بعض الأدوية مغطاة بالقصدير؟ هذا قد ربما كحماية. بعض الأدوية مغطاة بالقصدير ليش؟ تكون هذه خاصة بالأمراض القلب او الامراض المستعصيه. لا يعني الامراض المستعصيه يغلفوا لهم بقيه الامراض. لا كشفاف شفاف. بعض الادويه مغطاه بالقصدير، مش بعض الادويه داخل حبوب، داخل علب. داخل حبوب، داخل علب صح. بعض الادويه شريطها قصدير مغطاه بالقصدير ليش؟ ايش السبب؟
والله ما عندي. حاول انا اريد ابن تربح معانا اليوم. ليش يغطوها بالقصدير؟ ليش؟ والله ما ايوه حاول. طيب انا اجيب لك يعني ادهفك بالجائزه. ها بعض الادويه مغطاه بالقصدير، لماذا؟ لا التلوث او تلوث من ايش؟ البيئة، لمس اليد، الضوء، الشمس، الحرارة. ها الضوء، الشمس، الحرارة، صحيح. تحافظ على الضوء، تحافظ على الشمس، تحافظ على الحرارة. فهذه الأدوية ربما تكون لها آلية معينة في الاحتفاظ بها، وتحتاج إلى يعني خصوصية دون عن غيرها من الأدوية. بالتالي أخونا مين؟ عبد الحكيم. يكون أخونا عبد الحكيم قد فاز معنا بجائزة إيش وليش في محافظة إب من طائر السعيدة 46,000 ريال. ألف ألف مبروك، يعطيك العافية. اهلا بكم في حظك من جوالك، الفقرة اللي نحاول من خلالها احنا ايش نشوف جوالاتكم. بس قبل كذا ننوه ان هذه الفقرة برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو اتصلت لابوك، اتصلت لامك، اتصلت لاخوك، اتصلت لاختك، ما قدرناش، اتصلت زوجتك، اتصلت لابنك، اتصلت لبنتك. في حال انه اجتاز هذه المراحل على كل مرحلة يكسب 20,000 ريال. بعد كذا نعطيه رقم الحظ اللي يكون متطابق مع ايام الشهر الكريم، ويأتي بعد ذلك السؤال الأخير المتعلق بامتلاكه لشريحة يو. إذا استوفى كل هذه المعلومات حصل على الجائزة 100,000 ريال. خلونا نشوف مع بعض رابح حلقة اليوم. الحمد لله بخير. عارفيني باسمك؟ أروى. من وين يا أروى؟ من باكستان برضه. من باكستان؟ أيوة. بس عايشة هنا في السعودية؟ أيوة عايشة. مولد سعودية؟ أيوة. الله يعطيك العافية يا رب. زرتي باكستان؟ أيوة أنا صغيرة. إيش أجمل الأماكن اللي موجودة فيها؟ إسلام آباد. غيرها كمان؟ لاهور برضه. وبناتها حلوات، بناتها حلوات. أيوة. يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. عندك جوال؟ أيوة عندي. نشوف الجوال إذا ممكن تكسبين معنا جائزة. الوالدة موجودة؟ أيوة موجودة. متى آخر مرة اتصلت عليها؟ والله ما افتكر، مره زمان. هي مره زمان. هي وين موجوده؟ هنا ولا؟ ايوه موجوده هنا. هنا. ها اوكي، هي موجوده معاكم يعني. ايوه موجوده. الوالد طيب موجود برضو هنا معانا. طيب اخوكي مين؟ اتصلتي اخوكي اختك؟ دحين اشوف. شوف اخي والله ما دقيت عليه مره. ايوه ما دقيت. اختك؟ اختي ايوه دقيت عليها. متى؟ تاريخ 9/2. كمان 9/2؟ أيوة مرة. ويلي. لا بعيد، احنا كنا نبحث عن اتصالات للأسرة خلال 24 ساعة، مو مشكلة، كسبنا شوفتك اليوم. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك. كيف حالك؟ عارفين باسمك؟ أهلا وسهلا وسهلا، اسمي أحمد عبد الله. كيف حظك؟ صلح. احنا هذه الفقرة اسمها حظك من جوالك. جوالي مهلوش تحت المحل. حاضر أشغلك عن جوالك ولمن اتصلت ومن كلمك. واحد عليك جواله مش موجود، نشوف حد ثاني غيره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عارفني باسمك؟ فاروق خالد محمد. وكمان اسمك فاروق، من وين؟ من الشرعبي. وكمان شرعبي. اصبوا معنا واحد اسمه فاروق وشرعبي كمان. شرعبي رمنا للسلام. السلام. ما تفعل يا فاروق؟ والله زين في هذا العود علشان دخلنا وقت الاجر الجواله. الله يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب. هذا ابنك، ايش اسمك؟ محمد. محمد وكمان اسمه ابن محمد. محمد. لا 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 انا حاسس في معاه احنا نسخه من فارق اللي معانا. الله يعطيك العافيه. وهذا العود مالك ايش تسوي في يدك؟ هذا عزف للمغتربين اللي يقطعوا جوازات. اها يعطوا له فلوس. الله يعطيك العافيه. طيب كيف حظك؟ ان شاء الله يكون حظنا تمام ان شاء الله. معك تليفون انا قدر شايفه. ايوه. طيب الوالده موجوده؟ والدك توفى. الله يرحمها. والوالد توفي. الله يرحمه. وزوجتك موجوده. اخر مره اتصلت لها متى؟ اتصلت لها اخر مره امس. بالصدق بالصدق وريني وريني المكالمه. هات العود. انا شكلي يا جماعه شرقع اعزف عود بدل ما اشتغل مبيعه. والله ما العظيم. نشوف فاروق الشرعبي ابو محمد. ما هو هو تفرق التليفون مش تفرق الا لا. تعال 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 تعال. وهذه الفقره نؤكد عليها بالخصوصيه ده. طيب ابو قلنا ادي ابو ولا ام؟ ابو. ابو مرتك؟ مرتك زوجتك انت مسويها ابو؟ ايوه. اتصلي بعد الان هي بتبيع ابوك. ماني جنات بنتي. طيب الله يعطيك العافيه. متى اتصلت بها اخر مره؟
قبل 15 ساعة. حلو، احنا نشتي 24 ساعة. طيب اخوك اختك؟ ايوه. اتصلت بهم؟ اتصلت بهم. قبل كم؟ قدامها كذا 3 ايام. 3 ايام؟ لا انا اشتي يعني خلال 24 ساعة. ابنك بنتك؟ ضروري انا اشتي ربحك. ما بش. طيب الاب ما فيش، الاخ ما فيش، الاخت ما فيش، الابن ما فيش، جارك؟ جارك معكش جيران؟ عمك اخوك؟ لا لا الا شو الا في الا في ايش في حبيبي في في ايوه الا صح اتصل له صح انا ما نجدري مني بس صح خلاص تمام. ابي اتصل اللي كانت هنا اللي كان هنا اتصل اللي كان هنا من اللي كان هنا 40,000 ريال. طيب اليوم رقم الحظ 3. اعطيني اخر 3 مكالمات صادره او وارده نهاية رقمها 3. من اللي اتصلت اللي كان هنا؟ افتح التليفون اخر 3 مكالمات. هذا نهايتها 1. انا اريد رقم نهايته 3. انا اشي اخر مكالمة صادرة. يلا 3. حلو، هذه 20 صارت كم؟ 60. حلو، اخر شيء معك يو؟ رقم يو؟ 7-3؟ أيوة. وينه؟ هو 7-3-7. لا 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 تقوش الرقم، ما لكش اتصلوا لك كلهم. وريني حقك الشريحة إذا هي موجودة داخل الجوال. هو فعلًا معه شريحتين؟ متأكد إنها هي؟ أيوة. لا ذمتك. أيوة. لا ذمتك. إذا 20 و20 و20 كم صارت؟ 60. قل لي من اللي اتصلت له أنا أجيب لك 100. من اللي اتصلت له؟ اللي قال لك إنك اتصلت له مني؟ لا أنت قلت. لمن؟ أبي. أيوة أبوك تعال. لا لا. الفلو بيكون بكرة. آه. عيال إنسان. مني مني اللي اتصل لها أبوك؟ قل له أمك من اللي اتصل لها أبوك اللي كان هنا؟ مني؟ جارته. مني جارته. إذا يكون أخونا مين؟ من فاروق. فاروق الشرعبي يكون قد اجتاز معنا هذه الفقرة بنجاح، فقرة حظك من جوالك والتي تقدمها الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات، ومبلغ 100,000 ريال. ألف ألف مبروك، يعطيك العافية. طبعا هو لما يغني لنا أغنية. ها أصعد صباح الخير يا يايو، فك الإشارة للحبيب يسند. يعطيك ألف عام. أهلا بكم في شخصية اليوم، والتي سنتحدث فيها عن شخصية يمنية بامتياز. شخصيتنا لهذا اليوم هو عالم ومفتي وقاضي، ولد في العام 1340 للهجرة، وكانت له العديد من الإجازات العامة والخاصة التي حصل عليها، وله العديد أيضا من المؤلفات المختلفة ومنها نظام القضاء في الإسلام. كالمعتاد إذا استطعتم التعرف على صاحب الشخصية فما عليكم إلا الدخول على الرابط الظاهر أسفل الشاشة واتباع التعليمات بدقة وملء الخانات ببيانات صحيحة. وحظا موفقا للجميع. يا الله كم كانت هذه الحلقة أكثر من رائعة بوجودكم معنا، بحضوركم، بتعاملكم الجميل والرائع والمميز في الميدان التي انبسطنا فيها أنا وطاقمي أكثر من انبساطكم أنتم معنا. ويا الله ما هذه الأجواء الجميلة والرائعة التي أختم بها حلقتي والتي بدأناها في اليمن ونختمها هنا في جدة في المملكة العربية السعودية، تحديدا في كورنيش جدة. أملين من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا جميلا ورائعا، وإلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى أترككم كنستقر أمام هذا البحر كاستقرار الشمس في مغربها. إلى أن ألقاكم، إلى اللقاء.
اهلا بكم في طاير السعيده، الفايده والمتعه الفريده، خفه ومعلومه مع جواز، هدره معانا كل يوم جديده. طاير السعيده، طاير السعيده. اهلا بكم بالسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كنا مع المشاهد والريف والاسواق والنوادي. اهلا بكم في طاير السعيده، هلا بكم في طاير السعيده.